جديد. وبيك أكثر من عسلمة. لباس؟ الحمد لله ونعمة بالله. مش تعرفنا عليك. الاسم تحب ولا؟ كيف ما تحب. مواطن تونسي. مواطن تونسي. عندك مواطن تونسي. نحكي اليوم على إخلاء منطقة باب الجبلي في صفاقس من مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء. أنا يعجبوني الأمن وسبياك ينظفوهم ومزيقيننا برشا ومسخوا القيمة متاع تونس ويطلبوا يبات تحت الحيوط يجوا بحذا أوتيل ولا شيء يعوف التوريست واحد يضحك عليه تشمل تونس كل الكلمة خاطرهم متركبين في تونس هم معروفين أما التركيبة واضحة تونسية. أنا عجبوني الأمن تبارك الله عليهم نموهم في البابور وسافروهم وعطوهم الماكلة ووروهم كيفاش هازينهم وكيفاش مروحين وحتى السياسة متاع الغرب قبلوها الواحد والمهاجرين بلا غير أمور قانونية عندهم الحق في أي دولة راهو مهاجر بلا غير أمور قانونية عنده الحق. كيفاش ما فهمتكش معناها عنده الحق؟ مهاجر أمور قانونية ما تقبل حتى دولة الحق مع الدولة والحق مع الأمن. أنت مهاجر بلا غير قانون بلا غير واحد عبارة حرق حطوها باللغة العربية التونسية عبارة حرق. هما يحكيوا على أنه تونس بالنسبة ليهم نقطة عبور لأوروبا وكهو. لا نقطة عبور لأوروبا نحن في قزنا تونس نحن عندنا سمات برشا ونحن دولة ضعيفة وغير نكملوا أولادنا ونوصلوا أولادنا لإمكانيات عالية ما نسحقوهمش هم في أي طريقة من البداية من الصفر حتى لنهاية العلم. نحن مش ناقصين نحن عندنا أولادنا ثم عنده مستار وقاعد شوماج على ما يخدمش التونسي. لا الفارقة ذوك تجي حتى في محل بسيطة حاجة بسيطة تكري الأربعة تلقى 40 يزيد يمسخوك المحل يمسخو الدوزة متاع الشعب التونسي يمسخو كل شيء. أنا والله من الناس بشر عادي تونسي أنا عجبوني جماعة الأمن في صفاقس كي نظفوهم وخرجوهم روحوا بهم مقبولة ياسر الحق أنا نقبلها وتحيا تونس ويعطيهم الصحة ويحيا البروجرام تاع قيس سعيد يعجبني بالصواب بالصواب. إحباط عملية اجتياز الحدود فيها 410 أشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ايوه ولو شادين الصحراء ثم قانون الزايج لتونس ولا ماشي من تونس ثم قانون بالامور القانونيه. معناها عمليه نحكيو تو على عمليه الحرق اللي قاعدين يقوموا بها الافارقه جنوب الصحراء. اي الافارقه اللي هم جو تونس باش يلقى امكانيات باش يحرق. يلقى امكانيات باش يحرق هو جو تونس عباره باش 100% 200% باش يحرق. باش يعمل التهريب ويحرق ويمشي. يعني تونس نقطة عبور بالنسبة لهم هما؟ لا ما نجموهمش، الأمن بتاعنا قوي. الأمن بتاعنا قوي ما نجموش يعدوا. نقطة عبور يعني يجوا من بلدانهم لتونس باش من تونس من بعد باش يحرقوا. باش يحرقوا، هذيك المصيبة نتاعهم هم الغاية نتاعهم يقول لك تو من تونس لازم نحرق، أنا أجبي ما لوجوش عليا ونتعدى ونحرق. وهو ما نجمش، ثم أمور قانونية. يمشي بالقانون. أنا الري العامة نتاع صفاقس جدا جدا سبياء وتحيا تونس بالحق كي عملوا لنا مكاكا وحرروا تونس ونظفوها. بعد الحملات المواجهة للأفارقة جنوب الصحراء ترى أنه ما زالوا موجودين معنا؟ ما زالوا موجودين هم ما زالوا حتى في تونس العاصمة ما زالوا موجودين هم كثروا ياسر عندنا كثروا هم دخلوا في يامات الثورة في السياسة الأولى دخلوا واش علينا وتعبت بها إمكانيات تونس كل أنا نقولها حاجة خلقة ربي تراكم كل عباك الفيرة كلهم تونس كل عباها من ذهب البنزر أما تبقينا بشوية نظام بشوية نظام ترتاحوا منهم خاطر كلهم ما عندوش هوية تلقي 5% طلبة يقروا الضرر هذاك يقروا في العلم محترمين يقروا لا ما ثم حتى مشكلة
اما الانسان جاي باش يحب يسكن في تونس وبعد يحرق، مش معقول هذه. ترى انهم يتسبوا في مشاكل؟ يسبوا في المشاكل. قداش من مشكله عملوها؟ ألف مشكله في مشكله عملوها. هم يعملوا في المشاكل بالصواب. هم خاطر ما يهموش، الحارقين وهوته مكسره يعمل اي مشكله، يعمل اي طريقه. على خاطر مش داخل امور قانونيه باسبور وامور مسجله، لا داخلين ترى حارقين. هم نسيوا زر صغار رضيع تبدا محملاته ودوروا بيه وباتوا في الشوارع. صغير رضيع اللي نحن كريه صغير، انا تونسي مواطن عادي، الريه صغير رضيع نبكي اصلا. الريه صغير رضيع حتى مش في حاله حفاظه نبكي عليه. علاش؟ مو مؤمنين نحن، باش مؤمنين بالحنه والكرمه والاستجيب في الحق. هم عندهم نرمال، تلقاه صغير ربطته في ظهرها وصغير في كرشها وصغير وتدور به في الشارع تبات به تحت حيط. الحق نتاع ربي انا نريها خير كي الانتظام من تونس. كي نحكيو على مراقبة الحدود، هي مراقبة الحدود يلزمها تنظيف ويلزمها كبس لاخر نهاية. يعني الحدود ماهيش مراقبة كما يلزم؟ لا مراقبة. توانسة تو كبس الواحم وتونس نظافت حتى في شغون أي طريقة. حتى أولادنا في الأسواق اللي عاملين فوضى ومسكرين النونج ومسكرين الكياسات نظافت تونس. نظافت الله يحيى قيس سعيد، يحيى قيس سعيد الحق نظفها. نحكيو احنا على الأفارقة اليوم تقريبا، معناها ما همش متواجدين برشا يعني بعد الحملات اللي صار. ايه لا تو بدو ينقصوا بقت حكاية 30%. على بكري كانوا ياسر، وانت تمشي بكري ياسر، وانت تمشي اي بلاصة تمشي لها في تونس من الهيبر بنزرت بكلها التراك الكل معبينها. والمشكلة نتاعهم هم بنات وولاد ونساهم تجيب الصغار تبدا ربطات في كرتها وبظهرها ويدوروا به شيء واحد. خلي لك كلمة الختام. ختامها مسك، وان شاء الله ربي ينظف تونس وتحيا تونس، وان شاء الله نبدو في المستوى باهي عالي. ان شاء الله شكرا.